استاذ ثروت، اذا سمحت لي، بما انك انت من المطربين اللي انا بحبهم كمطربين اولا وبعدين كاصدقاء ثانيا، فانا حوزك على استاذنا سيد مكاوي. بحكم صلاتي القديمه بيه، الاستاذ سيد عنده لحن قافل عليه، او نقول لحنين قافل عليهم مش عايز يظهرهم للضوء ابدا. لو انت سمعت حاجه من هذا اللحن، انا متاكد انك انت مش هتسيب الاستاذ سيد الا لما تحصل على هذا اللحن. القصيده بتقول: اتحداه ان يرى فيك بعض الذي ارى، وكلام للاستاذ صلاح جاهين اسمه: كان في زمان يا حبيبتي اتنين شبهنا تمام. فده موقف اتهام يا استاذ سيد بالنسبه لحضرتك. ليه انت مش عايز تظهر كان في زمان يا حبيبتي؟ لا ان شاء الله نغذيها تبان. نطمع ان احنا نسمع منها حته صغيره. خبيها بقى، بحبها، خايف عليها. ما انا ما خليني مخبيها كده. يعني اقول لكم شويه صغيره. كان في زمان يا حبيبتي اتنين شبهنا تمام، اتقابلوا زينا وانتي في حلم من الاحلام. كان في زمان يا حبيبتي اتنين شبهنا تمام، اتقابلوا زينا وانتي في حلم من الاحلام. والحلم دام يا حبيبتي، الحلم دام يا حبيبتي، الحلم دام يا حبيبتي، الحلم دام يا حبيبتي، على الدوام على الدوام على الدوام. الله الله. والحلم دام يا حبيبي رارم. ليه مخبيش يا سيد؟ انت صوتك كويس يا اخي.